فيلم سيرتشنج بيدور عن اب بيحاول يحل لغز اختفاء بنته بانه يدور في اسرارها الرقميه على الانترنت اي مشاهد في الدنيا ممكن يتوقف عند انجازات الفيلم الفنية او التقنية او الدرامية ولكن المشاهد المصري هيتوقف عند نقطة مختلفة تماما سرعة الانترنت يا جدعان يخرب بيت كده البنت دي لو كانت اختفت في مصر كان ابوها قضى الفيلم كله على التليفون مع خدمة العملاء أحداث فيلم سيرتشنج بتدور عن مأساة بتتعرض لها أسرة صغيرة مكونة من الأب ديفيد والبنت مارجو اللي عايشين لوحدهم بعد وفاة الأم باميلا المأساة هي اختفاء مارجو في ظروف غامضة بعد سهرة مذاكرة مع زمايلها الأب بيبلغ البوليس اللي بيطمنوه تماما وبيقولوله أنه مطلوب منه حاجة واحدة بس وهي انه يساعدهم بمعلومات عن الحياه الخاصه لمرجو هنا الاب بيكتشف انه ما يعرفش حاجات كتير عن الحياه الشخصيه لبنته وبيقرر انه يستعين بالانترنت عشان يحاول يلاقي اي معلومات ممكن تساعد في حل اللغز واحداث الفيلم بتنطلق مع بحث الاب اللي بيقوده من مفتاح لمفتاح ومن سر لسر ومن صدمه لصدمه فيا ترى في النهايه هينجح في انه يلاقي بنته ولا لا طبعا اي حد متابعني على السوشيال ميديا ما بقاش سر بالنسبة له ان الفيلم عجبني جدا 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 وشجعت الناس اللي شفتهم في كل حتة على انهم يدخلوه في اسرع وقت ممكن بس ده كان من ثلاث ايام تقريبا والسؤال اللي ممكن يطرح هل بعد ما عد عليا ثلاث ايام وانا بفكر في الفيلم لسه منبهر بيه زي يوم ما شفته هنأجل الاجابة عن السؤال ده شوية وخلونا نبتدي باننا نحاول نحط فيلم سيرتشنج في اطاره وتصنيفه الدقيق سيرتشنج بينتمي لنوعية افلام الاثارة المرتبطة بحل لغز جريمة ولكن على المستوى الفني والتقني الموضوع مختلف تماما الفيلم بيدور عن رحلة الاب الطويلة جدا والعميقة جدا في العالم الرقمي العالم الرقمي اهو 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 وعشان يعيشنا مع التجربه دي بكل تفاصيلها مخرج الفيلم انيش تشاجانتي خلى كل مشاهده رقميه، يعني كلها تفاصيل موجوده على شاشات رقميه زي مثلا شاشه اللابتوب او الموبايل او الجي بي اس بتاع العربيه، وكل اللقطات الحيه بتاعت ابطالنا متصوره بكاميرات رقميه واحنا كمشاهدين ما بنشوفهاش الا على الشاشات دي، ده عنصر التجربه الفريده. ده اللي بيخلي الفيلم مميز ومثير للاهتمام حتى من قبل ما نعرف هو بيدور عن ايه ولكن تقييمه حاجه مختلفه تماما هل كان حلو هل كان مفيد هل اضاف شيء لتجربه المشاهده الاجابه على الثلاث اسئله هي اه طبعا كان حلو جدا وواضح جدا وممتع جدا في المتابعه وكان مفيد جدا وساعد في نقل تفاصيل كتير لو الفيلم كان حاول يشرحها بالطريقه العاديه ما كناش هنخلص واضاف كتير لتجربه المشاهده برفع معدلات الاثاره والترقب والتفكير لانه خلانا احنا كمشاهدين تحولنا لأدوات مساعدة للأب في القيام بمهمته، كأننا قاعدين معاه على الكيبورد بنفكر وبندور وبنحاول نسبقه في اللي هو بيعمله، يمكن دي من أكتر المرات اللي كلمت نفسي فيها وأنا بتفرج في السينما وبعيداً عن اللي التجربة عملته للفيلم خلونا نتوقف قليلا عند التجربه نفسها واتعملت ازاي كيفيه الانتقال من شاشه لشاشه ومن ويندو لويندو ومن تاب لتاب كيفيه الانتقال من ركن لركن داخل نفس التاب كيفيه توظيف المؤثرات الصوتيه والموسيقى مع الايقاع بتاع المشاهد دي انا عارف ان الكلام عن الجوايز بدري شويه بس حقيقي الفيلم ده يستحق تكريم من نوع خاص عشان المونتاج، ويمكن كمان تكريم خاص عشان الأداء التمثيلي المزدوج لأبطاله، لأنهم في كل مشهد عندهم تعبيرات وانفعالات لازم يأدوها، وتعبيرات وانفعالات مش سهلة كمان، وفي نفس الوقت لازم يحطوا في الاعتبار إنهم المفروض أمام شاشة رقمية منزلية، وده ليه اعتبارات أخرى في التجسيد وهم حافظوا عليها كويس جدًا. على مستوى السيناريو والقصة فالأحداث بتاعتنا بتتحرك على محورين، محور الإثارة المتعلق باللغز اللي احنا بنحاول نحله، ومحور الدراما المتعلق بعلاقة الأب ببنته. بالنسبة للمحور الأول فعادة الأفلام المماثلة ليها تصنيفين، في التصنيف الأول كل فصل من فصول الفيلم بيلقي بضوء جديد على اللغز بتاعنا لغاية لما بيتحل في النهاية وده التصنيف الأفضل، وفي التصنيف الثاني عادي جدا إنك تمر بفصول كتير توصلك لطريق مسدود وده التصنيف الأضعف للمفاجأة بقى سيرتشنج بينتمي للتصنيف الثاني كتير قوي من فصوله بتوصلك لطريق مسدود ولكن مفيش أي فصل بيعدي من غير ما يلقي بضوء جديد على الشق الدرامي الشق المتعلق بعلاقة الأب ببنته وده عبقري الشق الدرامي في الفيلم ده هو الأهم هو الأتقل هو السر في ان اغلب الناس اللي كانت بتتفرج معايا في السينما تاثرت بالشكل ده وده موضوع سهل قوي تعرفوه اول ما كلمه النهايه بتنزل مش ناس كتير بتقوم لانهم مستنيين عينهم تنشف انا هنا مش قصدي ابدا اقلل من الشق بتاع لغز الجريمه بالعكس ده يدعو للاثاره جدا ومليان التواءات ومليان مفاجات بس الصراحه برضو في شويه عيوب في حدثين بالتحديد واحد في بدايه الفيلم وواحد قرب النهايه متلفقين شويه الاول عشان احداث الفيلم كلها تنطلق والتاني عشان يحاول يزاولنا شويه وفي نقطه التقاء الشقين دول في عندنا تصنيف تالت اصلا تصنيف الفيلم التقني الفيلم الرقمي الفيلم اللي بيدور في عالم الكمبيوتر والانترنت والسوشيال ميديا اللي بكل تأكيد ما شفتش أي فيلم في حياتي تعامل معاه بالدقة دي واللي برضه مش مستقل بذاته كده ده هو كمان في كل فرصة بيلقي بضوء جديد على الشق الدرامي ركزوا ودققوا قوي في الطريقة اللي جاب بيها باسورد الفيسبوك بتاع بنته وانتوا تفهموا قصدي زي فيلم يوم الدين فيلم سيرتشنج خلق لنفسه نطاق تميز مليان صعوبات ومليان ذكاء في تسهيل امور كتير وزي فيلم يوم الدين برضو هو ما اخترعش النطاق ده دي تجربة موجودة وشفناها في فيلم انفرندد بس الحقيقة سيرتشنج بياخدها لابعاد تانية خالص ارجع بقى للاجابة عن السؤال بتاعي هل بعد ما فات عليا تلات أيام وأنا بفكر في الفيلم لسه منبهر بيه زي يوم ما شفته؟ الصراحة أنا بقيت منبهر بيه أكتر وأكتر ولكن برضو شوية التفكير الزيادة ساعدوني في إني أشوف المشاكل الصغيرة اللي اتكلمت عنها. تقييمي لفيلم سيرتشنج هو تسعة ونص من عشرة روحوا شوفوه في السينما يا جماعة وأرجوكم روحوا بدري لأن تسلسل البداية بتاعه في حد ذاته عبارة عن فيلم قصير رائع مناقشة الحلقة ايه اكتر فيلم شفتوه كان دقيق في نقل تفاصيل عالم الانترنت والسوشيال ميديا ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتس ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وباي باي